استاذ رائد. اليوم الشارع مؤيد من قبل المرجعية وهاي أقوى الأدوات، مؤيد من قبل الشارع والمتظاهرين. اليوم أكو وعي وطني، اليوم أكو وعي بحقوق المواطن نفسه، يعرف أنه حقوقه ويعرف أنه مسلوب. واليوم صار عندنا تكسر للقدسية، القدسية اللي قبل اللي كان يتحدث بها فلان أنه أني أنت سجعت. وضح لي بأنه إحنا الداخل ما عندنا أي قرار، إذا إحنا ما بالريع لا لا, مو لا 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 انتظار تدخل خارجي. شوف لا بس اسمح لي، لا حتى هذا ما يصير. شوف اكو ناس نفخت بدور الامم المتحده، الامم المتحده دورها استشاري، هذا موجود في قرار مجلس الامن وواضح الوظيفه مالته ليس اكثر. لكن بس اسمح لي هنالك الان صراع على العراق الذي يتشكل بصوره طبيعيه. هل سيكمل رئيس الوزراء 4 سنوات يعني الدوره الانتخابيه كامله، ام انه بالمقابل يصير انتخابات مبكره؟